مين ينطبق عليه المواصفات دي من وجهة نظركم؟ بص، بدايه بما ان جبت سيره اليكس فيرجسون، انا كنت ناوي اتكلم عن الموضوع ده، ان استشارات اليكس فيرجسون من بعد ما مشي بتغرق مانشستر يونايتد. يعني هو سبب اساسي في بقاء سولشاير لحد دلوقتي، كان بيجدد الثقه فيه بما انه طبعا مستشار فني في مانشستر يونايتد. بقاء سولشاير لحد دلوقتي ده كان زي ما قلت لحضرتك بسبب فكره ان هم يروحوا يرجعوا لفيرجسون. نجيب مين؟ انا شايف لا، يعني خلي فيرجسون قاعد فوق بيتفرج على الفريق وبيشجع، وانا يعني مع احترامي لمانشستر يونايتد واساطير مانشستر يونايتد يا فاروق، بس انا شايف ان ترشيحات فيرجسون بشكل عام مش ماشيه مع كيميه مانشستر يونايتد. يعني يحطوها على جنب او يعملوا عكسها قصدك؟ انا شايف ان معظم اللي قاله توريطه ما حصلش، يعني معظم اللي قاله كله بقى عكس. انا وجهه نظري الشخصيه كمان ان الوقت اللي مشي فيه فيرجسون نفسه انا حاليا زين الدين زيدان. هو مانشستر يمكن المشكله اللي فيها بس انه ما فيش مدير رياضي زي الانديه ده عموما في انجلترا، فما فيش حد سواء كمدرب كره سابق او لاعب كره سابق موجود في النادي ياخد القرار ده. ايد وودورد اللي هو المسؤول عن كل حاجه او نائب الرئيس التنفيذي هو راجل بنكير، يعني بتاع حساباته ملوش في كره القدم. يعني هو عدى النادي من مرحله كورونا، لكن هو ما يقدرش ياخد القرارات دي، فدايما بيلجأ للسير اليكس، والسير اليكس اختياره الاول كان موريسيو بوتشيتينو. طيب هقفل بقى مانشستر يونايتد لغايه هنا. مواجهات النهارده ثانيه غير بي اس جي و سبورتنج والسيتي. عندنا طبعا ميلان واتلتيكو مدريد، واحده من المواجهات